يسعد مساكم مشاهدينا، وتحية موصولة لكل من يتابعنا ومن خلال هذا البرنامج قانون اللعبة، واستكمالا لحلقتنا اللي فاتت الخاصة في كرة السلة مع الكابتن أحمد العصفور. في حلقتنا الأولى بريف سريع أقول لكم بأن مرينا مرور سريع على كل القياسات الخاصة في كرة السلة والخطوط الخاصة، وكل واحد شنو دور هذا الخط في الملعب لقانون السلة. خلنا نطلع مع السيرة الذاتية للكابتن أحمد العصفور ونعود. أرحب وياكم مشاهدينا في الكابتن أحمد العصفور. حياك الله كابتن أحمد. الله يسلمك. يسلمك يا ربي. الله يسلمك. كابتن أحمد، يعني إحنا الحلقة اللي فاتت عرفنا الخطوط، بس أنا بتعرف على عدد اللاعبين داخل الملعب، عدد اللاعبين على البنش والسكورشيت الخاص فيهم، أيضاً بتعرف على الأشواط والدقايق وبعض النقاط الثانية اللي هي داخل الملعب. طبعاً كل فريق عنده 12 لاعب مسجلين بالسكور، 5 لاعبين داخل الملعب و7 احتياط، يبدلهم اي وقت ما في مشكله. مفتوح. حلو. ما في لاعب مكان لاعب، لا اي لاعب ممكن يطلع بديل يدخل مكانه. ان شاء الله دقيقه، ان شاء الله 3 ثواني، ان شاء الله لو يلعب عادي. المهم يلعب. تمام. انت ذكرت نقطه معينه ما شاء الله عليك. تمام. مهمه البديل، يعني انا محمد قاعد على البنش يبي يبدل. ايه محمد طلع وفي رميات، في هذه يستخدمونها وايد بعض المدربين. حلو. يجي مثلا محمد ما يعرف يشوت الفاول. نعم. فيقول طيح او اعمل نفسك مصاب. ينزل له لاعب يشوت زين، وبنفس اللحظه محمد يدافع زين فيبي بدله، ممنوع حسب القانون. حلو. صادو. لازم الساعه تمشي. تمام. لازم لو ثانيتين ثلاث يتبدل بعدها، فهذه واحده من نقاط القانون بالنسبه للبدلاء. طبعا في نقطه مهمه بالقانون، ليش؟ متى يصبح اللاعب بديل، متى يصبح البديل لاعب؟ حلو. لما يسمح للحكم بالدخول، طبعا طلب تبديل. ايه؟ على فكره وهذا شيء مهم، اللي يطلب تبديل هو اللاعب مو المدرب. مو المدرب، يعني اللاعب يقول حق المدرب ولا يقول حق الحكم ببدل؟ اي حق طاوله الحكام. ايه؟ اللي هم الطاوله مساعدين اللي، نعم. اللي هم يقول تبديل، يطلب تبديل بالنسبه له. هو اللي يطلب تبديل، وهذه المشكله، هذه احنا نعاني منها اليوم. المدربين للاسف هم اللي يقولك تبديل تبديل، لا، هي للاعب، التبديل للاعب، المدرب دوره لا تايم اوت. بس خلينا نوقف عندها كابتن احمد، ما يخالف، يعني هذا امر قانوني خاص في كره السله يطبق. نعم. لكن اللاعب، منو الان اللاعب اللي يحب يتبدل؟ قليل، يعني هذا اذا تعبان وحد المدرب هو يقول له بدل، جيب لي فلان مثلا، بدل لي فلان. المدرب يطلب منه، بس المدرب عين لاعب، ما يقول ما بيطلع، مو القرار بيدي ما بيطلع. هذا شيء يخص المدرب. اوكي. لازم يطلع. ما دام في بديل صفرت الطاوله لازم يطلع اللاعب. زين، في عقوبه هنا تصير اذا المدرب مثلا عي ويا اللاعب وطلب من لجنه الحكام يقول لك لا؟ ممكن ياخذ تكنيكال فاول، لان المدرب مسؤول عن البنش. صح. لازم يدير البنش. اي. فمعناته انت ما قاعد تدير البنش مضبوط، تاخذ خطا فني. فيصير عليه. اي طبعا يحتسب عليه برميه. اي اكيد. نعم. هذه هم بدش فيها اكثر. انزين، قلت لي 7 لاعبين داخل الملعب. لا، 5 داخل الملعب. 5 عفوا، 7 برا الملعب. تبديل مفتوح. انزين، ما في طرد عشان يقل العدد. انا في نقطه مهمه. تفضل. بدايه المباراه لازم 5 لاعبين داخل الملعب. صح. 4 لاعبين ما تمشي المباراه. ما تلعب. اي. لازم 5 يكونون، يعني الفريق يعني بخمس لاعبين يلعب، يعني بأربع لاعبين ما يلعب. 5 لاعبين لازم يكونون في بداية المباراة. لعبنا الجنبول، لاعب طلع ما عندي مشكلة يكمل بأربعة، تستكمل المباراة لغاية ما يبقى لاعب داخل الملعب، لاعب واحد. حلو. هذا حدث يمكن صار عندنا حتى احنا في كرتنا المحلية، يمكن المراحل الصغيره. نعم نعم. ايه شفت انا لاعب او لاعبين داخل الملعب، بعدين خلاص صار انسحاب. نعم. لاعب ولا لاعب ما يعتبر انسحاب محمد، ما دام لعب الفريق. اي. بالقانون تناقص، خساره الفريق بالتناقص. اذا كان هو فايز يعتبر خسران 2-0. حلو. اذا كان هو خسران نفس النتيجه تعتمد. تمام. تسجل بانه
انتهت المباراة بتناقص الفريق وتعتمد النت. المهم لاعب واحد بس واحد؟ يبقى واحد. ليش السبب؟ إيه؟ اثنين ممكن يباص حق زميله، ممكن يعطيه إيه صح. واحد خلاص واحد بعد. خلاص توقف المباراة. توقف المباراة. ممتاز، أنا بوقف وياك وبوقف مع السادة المشاهدين، أطلع وياك مشاهدينا بهذا التقرير ونعود. أصبحت الرياضة نشاطاً ترفيهياً رئيسياً على مستوى العالم، وهذا ما ساهم ببروزها في وسائل الإعلام التي خصصت المزيد من التغطية بشكل كبير في رياضة كرة السلة، والتي أصبحت اللعبة الأولى في أمريكا وكندا. ويعود الفضل للدكتور جيمس على تأسيس هذه الرياضة الشيقة في عام 1891، وسرعان ما انتشرت اللعبة بسرعة كبيرة ونمت شعبيتها مع بداية القرن العشرين. رجعنا معكم مشاهدينا، هو الكابتن أحمد العصفور، الطاقم التحكيمي حق كرة السلة. أنا عادة أشوف في حكم زاوية وحكم زاوية حق كل مربع، في حكام طاولة أمانة ما أعرف كم عددهم. شوف القانون الدولي حدد 3 حكام داخل الملعب، قائد طاقم يسمونه، حلو، وفي حكم أول حكم ثاني، ثلاثتهم داخل الملعب يتحركون فيه، لهم روتيشن معين. جميل. مع اللعب حسب اتجاه اللعب وحسب اتجاه الكرة. طبعا مسؤولية كل حكم الجزئية اللي المربع اللي عنده أو المثلث اللي عنده، حلو، يعاونهم بالنسبة للطاولة مسجل، لأن تعرف كرة السلة التسجيل من خلال سكور شيت، صح، ومساعد مسجل اللي يحط المعلومات على الساعة اللي فوق. ممتاز. وميقات المباراة اللي كل صفارة توقف الساعة، حلو، وميقاتي ساعة التصويب اللي هي ساعة 24 ثانية. ممتاز. الميقاتي أنا بالإضافة نسيت دور المراقب، أنا المراقب يكون موجود، مو أنا طبعا، هذا حسب اي أكيد صحيح، المراقب يكون موجود في المباراة. حلو. الميقاتي هذا حسه وايد صعب. أنا الميقاتي يعني إذا طافته شغلة ما انتبه لها أو ما صفر أو تأخر، قصدك ما وقف الساعة، ما وقف الساعة، تحصل حق الحكم طبعا، تحصل ما في. شوف الأحداث اللي تتكلم عنها، ايه؟ ما شاء الله عليك أنك أنت معانا. زين. فاللي تتكلم عنه يحصل. نعم. يوقف المباراة القائد الطاقم أو أي حكم، ايه؟ ويعدلون الساعة، يردون الوقت، يقدرون الوقت اللي مشى، حلو، وبالتالي يرجع الوقت ويكمل المباراة. جميل. مكان ما وقفت الكرة. عندكم فار؟ عندنا IRS. IRS جهاز الإعادة الفورية يسمونه. كنا أحلى من كلمة فار. IRS أكشف. حس فيها آيباد وشو. Instant Replay System. نعم. جهاز الإعادة الفورية. في طبعاً حالات تتطلب الإعادة. حالات حددها القانون حوالي 15 حالة. أهم هذه الأحداث اللي أنا تقول لك عنها. في نهاية المباراة. الكرة طلعت من يد اللاعب لأن تحدد نتيجة المباراة. إذا كان فريقين متعادلين وشات اللاعب وسجل، حلو، والكرة بالهواء دشت، هل هي بالهواء، هل هي بيد اللاعب؟ لأن الكرة لما تطلع من يد اللاعب تنحسب. نعم. لما تكون بيده طبعا ما تنحسب. صحيح. هذا إذا كان نتيجة تعادل من نتيجة متقاربة يرجعون حق الIRS. أيضا في بعض الأخطاء خاصة الخطأ السلوك الغير رياضي. نعم. يسوي له أبجريد إذا كان خطأ شخصي. أي. يشوفون يستحق إنه يصير خطأ سلوك غير رياضي اللي هو الخطأ المتعمد اللي احنا نسميه. نعم. أو إذا كان يحسبوه خطأ متعمد أو خطأ سلوك غير رياضي ممكن يصير داون جريد يوصل للخطأ العادي. أيضا إذا كان حصل أي مشكلة داخل الملعب مثلا احتكاكات وكذا يرجعون يشوفون من اللي متسبب الأمور هذه عشان يأخذون الجزاءات. إذن مع الرمية مرات نشوف الكرة تثبت في الحلق. هذه واحدة من حالات يسمونها حالات كرة القفز. أي. حالات كرة القفز اللي حددها القانون. أنت إحنا نقول كرة القفز في بداية المباراة. نعم. لكن الآن في 4-5 حالات كرة قفز تلعب حسب سهم الحيازة. الآن كرة قفز واحدة بالمباراة. بالسابق كان الحالة هذه يلعبونها كرة قفز هني، يبون لاعبين من الفريقين ويلعبونها. الآن هذه واحدة يسمونها حالة كرة قفز. ايه؟ فيلعبونها حسب سهم الحيازة. سهم الحيازة اللي موجود. ايه؟ يعطيك دليل. يعني أنا بداية المباراة لعبت جمبول أخذها فريق ألف. أي حالة ثانية حالة كرة مثل اللي ذكرتها. ايه؟ أو الربع الثاني للفريق الثاني بالتبادل، سواء حساب الحيازة التبادلية أو المتبادلة. جميل. حالات كرة القفز هذه واحدة، إذا كان خطأ على لاعبين بنفس الوقت، الكرة طلعت لمسوها اثنين من فريقين مختلفين، ما احنا عارفين نحدد، حلو، كرة ممسوكة بين اثنين مسكوا واحد كل واحد يشيدها، هذه من حالات كرة القفز. أيضا في القانون إذا احتسبت أخطاء
متساوية وهذه تشيل مع هذه. جميل. يبقى ما يبقى أخطاء، يبقى كرة قدم. في حركات وحركات عندكم الحكام. طبعاً هي إشارات وايد. لا لا الإشارات دام قلت لي وايد إشارات هذه بخليها حق الحلقة الجاية يا كابتن، أكيد بالإضافة إلى المخالفات وعدد الأشواط اللي واحد حتى ما أدري أنا صراحة 10 دقائق ثلث ساعة في شوط شوطين 4 أشواط. يعني نونا كل يوم قانون كرة السلة. العموم كل هالتفاصيل راح تعرف عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة، انتظرونا فما الله.